سمو الأميرة بسمة بن طلال رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية الاحتفال باليوبيل الفضي للرابطة الدولية للكشافة المسيحيين التي تضم اتحادات كشفية من 24 دولة. وفي كلمة خلال الاحتفال دعت سموها إلى ضرورة بناء عالم يسوده التسامح والرغبة لخدمة البشر بغض النظر عن الدين والعرق والجنس، مشددة على أهمية تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات كوسيلة لبناء السلام. بدوره أكد رئيس الرابطة ماهر ساحلية من دولة فلسطين التزام الرابطة بمواصلة جهودها في تعزيز العلاقات مع الكنائس الأرثوذكسية وتحقيق المزيد من الإنجازات وبناء علاقات التسامح بين أعضاء الرابطة. كما أشار الرئيس الفخري للرابطة بابا جوريوس في كلمته إلى القيم والرؤية المشتركة التي تجمع منتسبي الكشافة ضمن الرابطة ودورها في تنمية روح المحبة والأخوة بينهم وتطوير منهج تعليمي ملتزم بالكنائس الأرثوذكسية. وبدوره أشاد سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس بقرار الرابطة اختيار الأردن لإقامة هذا الحفل، ما يعكس الأهمية الدينية للمملكة كجزء لا يتجزأ من الأرض المقدسة. واشتمل الحفل الذي أداره الإعلامي فؤاد الكرشي على فقرات فنية وغناء تراثي لفرقة موزيكا وعرض باقة من الترانيم لجوقة الأردن الأرثوذكسية وفيديو تعريفي عن نشأة الرابطة. حضر الاحتفال الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس وقادة المجموعات الكشفية من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر واليونان وقبرص وصربيا ورومانيا، إضافة إلى رئيس اتحاد الكشاف المسلم العالمي ورئيس اتحاد الكشاف الكاثوليكي العالمي. أردن وأرضنا عزمي أغنية الضباب نبات السيوف وحد سيفك ما نبا خاطق في المعالي والمنى عربي الظلال والسلام.